كان عايز صالح لا تثقوا. نرجع لك شوف الإصلاحات هذه بشرها فخامة رئيس الجمهورية، وحنا اليوم نمشيو بالبرنامج تاعو. إذا هو اللي كان السبب الرئيسي اللي لم شمل الجزائريين، حتى حنا كنا إخوة متفارقين ولا فرقاء، شكون اللي جملنا؟ السلم المدني، المصالحة الوطنية، بفضل الحوار، شخصية وطنية، الحوار، شخصية وطنية مدني زاد، خلينا نكمل، خلينا نكمل، لي باتريوت، لي باتريوت، ما عطولهمش الحقوق، الشيف تيرورست أو يستشاروه، أو يستشاروه في كلش، والله غير سي مالور، أنت ما تسمعنيش، قولوا لي مارتن كيما ريان فيو، من بعد تتكلم، قدماء الجيش اللي يحاربوا الإرهاب، والآن هم يطالبوا بالحقوق، شوف، خلينا نعطي له برك مؤشرات خفيفة، برك باش يفهم، لأن هو يطعن في السلطة. أنا درك راح نقولوا السلطة تاعنا واش دارت. بفضل هذه السلطة اليوم رانا ننعموا بالاستقرار والأمن والأمان. شوف الدول ضحكوا عليك الجزائريين، قسما عظما غير ضحكوا عليك، بغيتها تغلي، كاين استقرار جزائري، ومن بعد انت تجي شكرا لي ما صابهاش المواطن يشريها تقول لي الاستقرار، ما تكذبوش على الشعب، قولوا الحقيقة، روجي أنا يهودي أطالو أطالو أفيو سبيسيال بوتفليقة، جابوه أفيو سبيسيال أسيا جبار الله يرحمها، جات نورمال أين ديك لاجيري تاع بوتفليقة؟ لا 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 ما نهدرلكش أنا، تبعني تبعني برك، طيب أنتوما بغيتوها تغلي لهنا، تغلي تغلي، تبغى الناس تموت والكوربسيون السرقة، يقعدوا في الخارج وبالتيليكوموند، هذه اللي تحبانها السرقة، والشعب الزوالم سعيد هاني يحكم لفلان، سعيد هاني يحكم لفلان، سعيد هاني سعيد هاني يحكم لفلان، شكون انت باش تهضر على سعيد هاني؟ شاك ويكاند تروحوا، شكون انت باش تهضر عليه؟ انا مناضل مناضل حزب التحرير، انا يا نبكي على عباد رمضان، نبكي على عباد رمضان اللي جاب الاستقلال باش يحكموها الخوانا اللي يقودوا في الحزب، ما تهضرش عليهم، ماشي حزب انتوما، ما عندكمش ماشي انتوما السلطة والولاء والولاء والولاء، ما تقدروش انتوما ما تقدروش تقولوا البوتفليقة، كيف تفسر الشعب أغلبية الشعب اللي راه وراء الحزب هذا؟ أودي أودي احمدوا ربي، كاين كاين الصندوق العجيب، الصندوق العجيب راكو تربحوا، ما كاينش اللي يحب لافلان، والله واحد ما يحب لافلان، وكيف خرج في لافلان؟ باسكو مفروض أنا نحب لافلان، أنا نحب لافلان، خرجتوا ناس سراقين، شاكيب خليل يا أخي تاعكم شاكيب خليل، شاكيب خليل شكون لو مينيستر دو بريزيدون، لي زوم دو بريزيدون، شاكيب خليل هذا دار لوا اون 2000 دار لوا سور لي زيدروكاربور باش الصراوات الماريكان والفرنسا، طيب شكون سلك الجزائر؟ ايغو شافيز، طيب قالوا بوتفليقه بالك، صح صح مصطفى دقيقه، يا سي منصوري تفضل تفضل، تحاولوا بالصحه وقرار، خليني نتكلم، طيب سي منصوري ولكن ادخل في امثله، هو عطى 70 مثل يا سعد الكريم، مش بغاو السلطه هذه تخرج وحدها وتعيطل هما ارواحوا للكرسي، كيفاش يطعن في سياده الشعب اللي يقول لك الحزب هذا تاع جبهه التحرير؟ شكون عطانا المصداقيه؟ عطاها لنا الشعب كما هو الشعب، انا والناس كنا هنايا في عين البيضاء ولايه ام البواقي، والله العظيم خرجنا صافيين، ادينا 100% حزب جبهه التحرير الوطني في ولايه ام البواقي. نقول لك كوريا الشماليه، كوريا الشماليه العوده اللي قبل هذه ادينا واحد واحد، لان عاود عاود راجع القياده العليا للحزب، راجعت المناضلين والاطارات اللي احنا خرجنا من القاعده، ما خرجناش، هذا ما يعرفنيش يهضر، لا 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 ماشي الامثله الشخصيه، ماشي الشخصيه، ولكن كيفاش ديمقراطيه نتباعوا ب 100%؟ هو اللي قدر، هو اللي قدر يحافظ على التوازنات السياسيه في البلاد. طيب امثله اخرى، لا معليش سي معزوز لانه وقته، امثله واحده اخرى ما عدا المصالحه والامن والاستقرار، واش كاين ثاني؟ امور تخلي الشعب يثق في السلطه ويتحاور معها، يقول لك كيفاش الناس يتحاوروا مع السلطة، رعت رعاية رسمية الفساد والمفسدين، كيف يتحاور مع السلطة رعت الحجرة والمحسوبية والبني عميس وغيرها، يعني كل هذه الأمور هي نتاج معليش أنا معك سلطة، شوف طرح تاعك سليم، فالشعب المواطن هذا في عين صالح يا أخي قالها لكم، قال لك أنا ما نروح ما كاش تنمية ما كاش كذا، تعاملوا معنا على أننا كم مهمل، تحوسوا علينا في الانتخابات، نعطوا البوتفليقة أصواتنا، ولكن من بعد واحد ما يحوس علينا، هذا هو السؤال. شوف هو الطرح تاعك سليم، أنا درك كي تقول لي معايا هكا بالمنطق، نقول لك الجزائر هذه ماهيش راهي 100% مليحة، فيها نقائص، الكمال الا لله، فيها نقائص، فيها فضائح، لا لا ماشي نقائص، ماشي فضائح، فيها كوارث، فيها نقائص، الفساد،
الفاشل فرق راك واحد واثنين كوارث وليست نقصة من خليفة وغيرها. انت ما عشان انا نقول يا سي المنصوري رانا عايشين في بلاد واحدة وانا كعرفه هذا ماشي مستقل للعدالة. ايه ما خلاص خليني نهضر خليني ندير طيب ممتاز. كيفاش انت يقول لك باللي كاين نقاها ولا خطاب السلطة يعترف بوجود نقائص ولكن لا يمكن المغامرة والمجازفة بالأمن والاستقرار. ونحن ما تنساش هذه باللي احنا نرعو أمن واستقرار بلدان أخرى. يعني ما هي سهلة مساهل قال بأنه 200 مسؤول ليبي جاءوا للجزائر للتحاور من أجل حل أزمة ليبيا وغير الفم يقولها هذه. تفضل. لا أنا ما يهمنيش وش هو يصرى في يهمك تخلط في ليبيا يبعثوا لك داعش في نقول حاجه عشنا 20 سنه بعد الارهاق يبقوا الناس في الشارع واش حبيت نقول لك يا سي قاده انا كمواطن وسمع المواطنين طيب تفضل علاش يكذبوا على الشعب ويخوفوه حتى ما تصوروا باش ما يديروش ثوره حتى ما تصوروا مواطن وانا مواطن باش ما تكرهش باش ما يديروش حقه باش ما باش ما يقول لك شكون هو يحكم في الجزائر واش السؤال اليوم جاوبني برك واش باغي نطبل البلاد هذه انا بغيت واش بغيت انا بغيت الجزائر كل ولي الجزائريين وعلى هذا السلطه هذه الجزائر مستوردين هذو اللي حاكمين اليوم هذو مستوردين طيب انا نبوزي لك كيسيون قول لي ريبوندي لي شكون هو يحكم في الجزائر درك شكون هو يحكم في الجزائر الشعب هو اللي يحكم شكون الشعب هو اللي يحكم لان الاراده الشعبيه اللي جابت بوتفليقه للحكم بوتفليقه ما عندوش اللي فاكيتي موطاني فيزيك انت اللي جبتيه انت اللي جبتيه والله غير عيب عليكم تعرف الاراده الشعبيه بلاد مليون ونص مليون شهيد كاين غير بوتفليقه انت اللي انتخبته هذا اللي جاب له سيرتيفيكا ميديكال يتحاسب باسكو لا باسي فاكولتي عباك شكون هو يحكم على بالك نتايا خوه لا ويحكم الجزائر الجزائر ولات مملكه الجزائر ولات لوغارشي هذا كلامك انت انا اقولها وتحمل المسؤوليه يا مصطفى معزوزي قلت حاجه سيدي المؤسسات هذه كلها هذه المؤسسات بلد مؤسسات المؤسسات مطعون في شرعيتها كيف مطعون في شرعيتها هذه المؤسسات مين جبناهم هذو المسؤولين مين جبناهم يا اخي مسؤولين جزائريين خبيوا الشمس بالله لا راني نسال انا اليوم كنشوف حداد كنشوف حداد واش بيه البريزيدون دو اف سي او اللي سوا لي زومباسادور ايل كونفوك دي مينيس سي اون ريبوبليك بانانيير سا فو دير الكلون تاعهم الكلون ياك C'est un clan mafieux qui dirige l'Algérie aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a. شوف نتايا شوف الحقيقه يحضر عليه جاوبني طيب الا تنكر السيد منصوري معليش انا نهدى على الامور شويه وباش ما ندخلوش اسمع حتى يكون لها حق الرد ولكن انا نعطي الظاهره عموما انا نحطها لك في اطار عام لا في اطار عام ان السلطه ان المال فاسد وكذا وعندما رجل اعمال مهما كان موقعه يستدعي وزراء بهذا استقبل لي زونباسادور والانتخاب تاعو حضروا كامل الوزراء الانتخاب تاعو يعطي الانطباع باللي ولينا جمهوريه الموز هذه شوف خلي نشرح نقول لك برك عطوني غير زوج دقائق نتكلم والله غير دي خمس دقائق بس اعطيني حاجه مقنعه طيب شوف انا من حقه يديفوندي على اي واحد يحب نتكلموا اذا كان المشاهده تفضل سي عبد الكريم تفضل نشرح نقول لك نرجع لك قبيله هو طعن في المؤسسات تاع الدوله ايوه قال لك ماهيش هي اللي تحكم الرئيس ما يحكمش المؤسسات خاطئه منين راح تمشي ما تحكمش كيفاش راح تمشي الدوله تمشي خلينا نصبر شافوا برا انت ما تنجمش تصبر سيكر ويا ما تنجمش تصبر قول الحقيقه قولوا الحقيقه يصبر طيب خليه يعطيك طريقه كيف تمشي تفضل سي منصوري الشق الثاني هدر على واحد رجل الاعمال احنا كان اذا كان واحد عنده المال وكسب حلال ربي يزيد له بصحته احنا نستغلوه كشعب كل اليوم غضبان ما يقعدش يريح بزاف مع المشوارب ما يريحش بزاف مع المشوارب يهضروا على مشاريع تاع البلاد الحسابات شوف رجال الاعمال في الدول الغربيه كلهم والله شفناهم في عهد مبارك على بالك مبارك المصري على سقط راح دير لي كيما هو رجال الاعمال راني نسال برك سي منصوري قلت لك دو مينيت يا ودي نجاوبك والله غير دير ما تخلينيش ندو اجابه ما خليتونيش معليش يا اخي كيما ولد خليفه بالزر في البرلمان يعني نزرب هاني نزرب والله نقول لك راه تي جي في الكلام درك اذا كان هذو رجال الاعمال ربي يزيد لهم احنا نستغلوهم باش واحد يبني لنا مستشفى مصانع توفر اليد العامله ربي يزيد لهم احنا نكونوا نعاونهم نورمالمون انا نطلب من الناس هذو الشعب يعاونهم والحكومه تعاونهم باش ينحيوا الغبن ويعاونوا الشعب هذا علاش اللي عنده دراهم نبقاو نتيريو عليه راح نبقاو كل زواوله الا كانش عندهم احنا نتعاونوا باش نخرجوا البلاد هذه من الازمات اللي راهي فيها او كنا فيها ازمات دركا اذا كان السيد يتكلم راهو عايش في يطعن في اراده الشعب يطعن في الشعب في المؤسسات في الجامع يا سيدي نفرضوا سيدي مثال
نص الشعب الجزائري مع بوتفليقة. الطيشو كل تقول لي غير جزائري، هذا كلام غير منطقي. تقل لا، احنا وغير ديمقراطي، احنا عندنا وغير ديمقراطي ايضا. المعارضه تاعنا تشوف تحضر ولا ما تحضرش، يعني حسابيا ما تمثل والو، ولكن نحترموها ونحترموا مواقف تاعنا. ما قلناش ما عندها حتى معنى تخرج علينا، لا. اليوم كي ما حضروش معنا في البرلمان، البرلمان مشى، ولكن انا تاسفت شخصيا لعدم حضورهم. مين هيك درك انت تقول لي نتوما تسمى انا نحب بوتفليقه، انت تحتم عليا تقول لي ما تحبوش، ما تصلحش، ما تقدرش تقنعني وما تقدرش تحتم عليا. سيلي لي باتي، ما نخليكش، ما نخليكش حاجه، ما نخليكش دي جزائر الهويه. لا ماشي اي لا بس ماشي دي فولونتيري مش بغيتي. عطاك الحوار الحقيقي في الجزائر، واو الحوار بين الرئاسه والجيش. سينو ما كان لا حوار ما انطر الغوفرنمون والشعب، جامي صارت هذه، جامي صارت سي قاده. اون اي ليكسبيريونس حنا كممثلين حركه العروش، ان نو جون بيرني على بالك ويحيى خدعنا، ان ابليكي اوكا اون موشور لاكور جلوبال دو 15 جونفي 2005، وحبيتنا وكان حنا ماشي وطنيين، ماشي ديمقراطيين، نرفدوا السلاح باسكو، ولكن الاوضاع استقرت ولات باسكو السلطه هذه كيرفدوا السلاح الارهابيه. سي بور سا انا نوجه نداء اخوي، طيب ما تفيقوش فيهم، ما عنده مادة السكان، لا لا حولة، ما عنده مادة حولة الجزائريين، امام رجعوا سيدي عفستوهم، عفستوهم مسوا صندوق نتعشوا فيهم. يا اوكان بلون ديفلوبمون، اوكان بلون ديفلوبمون بور لو سود سي ماستوري. طيب غير لين الجيري كيما يقول في اللايك. طيب عندنا حكومة تقول بأنها تواجه أزمة اقتصادية لانهيار أسعار النفط وتبحث عن، وعندنا وزير طاقة ما شاء الله عليه قد يروح الموسكو يتفاوض فنزويلا يبحث مع دول أوبك. هذا خبر خرج في الصحافة اليوم، قالت مصادر إن وزير الطاقة يوسف يوسفي ألغى زيارة عمل وتفقد كانت مبرمجة الثلاثاء إلى ولاية إليزي بسبب حركة التضامن التي تعيشها الأخيرة مع مناهضي استغلال الغاز الصخري في تمرست. وزير الطاقة ما يقدرش يدخل إليزي، يعني وزراء الحكومة تاوعنا يروحوا لموسكو وباريس واشنطن وفنزويلا. الغاها خاف من المتضامنين، يوها ولا في الصحافة الغاها رسمية، الغاها رسمية وش من أجندة. أنا مانيش راح ندافع أنا للوزير، لا أنا نقول لك الحكومة التي لا تستطيع دخول ولايات كيف تقول لنا بأنها تتحاور في الخارج وبأن لديها قوة دبلوماسية وهي ما عندهاش قوة لإثبات حضورها في الداخل. هذه هي وزراء ما يقدرش يروحوا وزير الطاقه ما يروحش الاليزي، هيا خليك من الكلام هذا. وزير الطاقه ما يروحش الاليزي ورايح لموسكو، يروح لموسكو وما يروحش الاليزي. عجبه عشنا وشفنا الحكومه الاليزي يروح للجزائر، شكون اي جزائري سلال هل يستطيع ان يذهب الى عين صالح الان؟ سلال هل يستطيع ان يذهب الى عمار سعيد لاني ابن منطقه الجنوب؟ هل يستطيع ان يذهب الى غردايا؟ يروح بريسكو، بريسكو كلشي يروح. والله ما نشوفهم الا كتشوفهم يا سيما صوري، إلا راك تشوفهم انت احنا ما لاش نشوفهم. خبرنا قبل ما يروح الوفد البرلماني واش قالوا لنا؟ قبل لا قال لك باللي احنا انتم اللي فوتيتوا على الغاز الصخري ما بغيناكمش، هكذا هكا الوسائل الاعلام مباشره قالوا هذا. اسمع هي وسائل الاعلام ولا ما قالوا لنا؟ احنا سمعنا وسائل الاعلام قال هذوما اللي فوتوا على الغاز الصخري ما نتحاورش معاهم. مني كي راح نهزونا في السماء وانتم تعلموا الصور راهي شاهده. يا ودي نهزوكم في السماء تواكم. تواكم. لا ما تغلطش فيها. تواكم. ما يستقبلوكمش، والله ما يستقبلوكم. ايضا في الجانب الاخر يقول لك بان العديد من الملفات الان خطيره ونقطه الامن والاستقرار هذه مهمه، وايضا لا ينبغي ان نخلط، قبل قليل استعمل عباره لا تغامر بامن البلد، وهذا الخطاب الموجه الى سكان عين صالح او خطاب خطير جدا. وما تعطيناش أمثلة نتاع اتفاقية لم تكتمل في منطقة القبائل، شوف النتيجة العبرة، المنطقة مستقرة بعد ما شهدت اضطرابات. الهامل بالأمس كان هنالك، الهامل البارح كان في تيزي وزو، قلنا كاع تيزي وزو البارح. طيب دقيقة نكمل، كان في تيزي وزو وتلاقى مع شيف سيرتي تاع بجاية وتيزي وزو، وكان لقاء من أجل ضبط أمن المنطقة في الوسط وفي منطقة القبائل. يعني الدولة تتحرك في الداخل وما هيش مطلوب منها تخرج الاعلام وتقول قسما عظما من غير حرام. اليوم 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 قريب الربيع الامازيغي والربيع الاسود يا اخي، قريب الربيع. تفرح انت يا سبحان الله، يا الحال كي تشوف، كي تشوف 127 واطن الله يرحمهم، حتى واحد حتى داركي للان ياك من 2000 الان 14 سنه
وراه العداله اوكي جوندار لا تي جوجي وتقول الاستقرار سيقاده بوتيتر الاستقرار الخارجي سوبرفيسيال مي لاكابي لي مريضه كيما مريضه لاكابي لي مريضه غردايه كيما مريضه غردايه مريضه عين صالح لو بروبليم لي لو ميم اليوم كي نسمع هذو المسؤولين انا نقول لك حكومه سلال سي لو غوفرنمون لو بلوز انكومبيتون كا اي الجيري هذا الحكومه هذه فشلت نورمالمون بوتفليقه وكان هو جاي يحكم عنده توت سي فاكولتي ينحي حكومه سلال باسكو ما قدرش ما تقدرش ما تقدرش خليني نكمل ما تقدرش اليوم راهم يقولوا من التقشف ام يخوفوا الشعب بالتقشف هذوك اللي سرقوا الدراهم يا ما تنجموش تخلطوا البلاد طيب ما نخلطوش البلاد حنا نخلطوا البلاد احنا انتوما اللي خلطوا البلاد حاسبوا رانا شعبي ورانا الدوله هذه واقفين عليها وضحوا من اجلها مليون ونص شهيد مليون ونص شهيد لا في نفسك اتقي الله انا يا جزائري اتقي الله انا ما نحبش استحمد ربي استحمد ربي رانا لاباس علينا ما راناش لاباس كذابين هذو كذابين يكذبوا واش بغيت واش حبيت راك تكلم قيموا الشعب قيموا الشعب قيموا سامي يقولوا لك سياسه التقشف نفكرك ويحيى او 97 ويحيى كاش كي لا في الا في كلك شوز دو غراف اونتي كونستيسيونال باش يخلص لي ترافايور دو باتيمون الا بروسيدي ا دي بونكسيون سور سالير ينحم لي كونط تاع لي ترافايور تاع لي زوتر سيكتور باش يخلص حكايه من 97 يشبه لهم هم يخوفونا باسكو هما سرقوه دراهم لوتورو تيست ويست الا كونسومي لو تريبل دو سون كو انيسيال المترو كيف كيف التراموي كيف كيف عاصمة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5 ملايير لي فو دارتيفيس ويقولوا لي التقشف وحنا يا عندنا فيزيون ا لونتير ما عندكم اوكين فيزيون رونو رونو فاش تتكلموا على السيادة الوطنية رونو رونو اسمح لي خدم معاك بلاها رونو واش بها جات رونو لهنا افيك زيرو دينار جابوا برك لا تكنولوجي على بالك السي قادة يتباهوا ب 50 49 قسما عظما داروا ان كونترا افيك رونو سي على فان دو ليكزيرسيس كوميرسيال على فان دو لاني ما يتباعوش لي سيمبول هذو سي ليطا الجيري كي لي راشيت ويهضروا لنا على يمدوها للمير يمدوها للمير يا سبحان الله طيب اوكي سبحان الله سيما الصوري كل هذه الفضائح الاقتصاديه اللي ذكرها اذا كنت تريد ان ترد عليها تفضل وايضا تعرف بان في الشارع في غردايه الازمه استفحلت وكان هنالك حل شبه عسكري في نهايه المطاف باش يعني وكأن الساسة فشلوا عين صالح كان هنالك ملمح لبداية حل عسكري قرينا على أنه قائد القطاع العملياتي تدخل بعد وقوع مشادات ثم جاء بيان وزارة الدفاع يقول باللي خاطينا ندعو المواطنين إلى العودة إلى بيوتهم الساسة فشلوا الحكومات البرلمان الرئاسة والعسكر هم اللي راهم يحلوا المشاكل هاي أزمة كبيرة شوف يعني انت الخلاصه القول انجريت معاه في الحديث تاعك ما انجريتش يا ودي راني نسال انا ما انجريتش انا لا انجر ولا انجر انا اسال انا كيما نقول له فكره تاعك انت لي انقلت فيك انا على فكره لا صحيح قلت صحيح فكره الهام باللي راح للامن انا يعني مقتنع بها وطرحتها له كيما نطرح لك فكره انه العسكر هم يحلوا المشاكل اللي راكم تفسدوها انتم السياسيين تفضل صح انا اول ما انا ممثل الشعب مانيش في السلطه التنفيذيه طيب من الصباح وانت تعرف نفسك يا سي منصور ماكش تقول لي في هذه ماهيش حصه تعارف على بالي بلي تقوم انت الشعب تفضل خليني عليك الشعب انا الشعب طيب تفضل انا واش راح نقول لك المؤسسه العسكريه هي الركيزه الاساسيه في الدوله الجزائريه لولاها لما انهارت الدوله الجزائريه ونعرفوا كل شيء هذا هذه نعرفوها صح اوكي ثانيه الثانيه ان الجزائر اليوم بفضل رجالتها راهي واقفه الناس مثل هذو بغاو يخلطوها الرئيس هو قاعد بغاو يخلطوها واش يبغاو يبغاو ما فهمتش انا فوضى في البلاد واحد على جهه يبغى يحكم الاخر يبغى يطلع السلطه ما نعرف كيفاش راح نرجعوا الدوله ماهيش مبنيه على المؤسسات كما بعض الدول المجاوره اللي خلاو الازمات فيها هو ضعف مؤسساتها وضعف المؤسسات الامنيه فيها احنا الحمد لله خلينا نكملوا احنا الحمد لله طيب. المؤسسات الامنيه تاعنا واقفه وقادره على شقاها المؤسسات الشعبيه من اراده الشعب مثل البرلمان والمجالس الاخرى راهي واقفه
رانا في هنا وهدوء. هناك نقائص ذكر طرق سيارة. أنا سؤالي خليني نجاوبك. لا لا لا, لا دقيقة. أنا سؤالي ألا يحرجكم أنه الحل يأتي من مؤسسة عسكرية في وقت أنه هذه المشاكل من المفروض تحل سياسيا على مستوى ممثلي الشعب, على مستوى الحكومات التي ينتخبها الشعب؟ يعني هذه هي من المفروض حلول انشياكة. أأتيك من الأخير, إذا كانت المؤسسة العسكرية تشارك في حل أزمات البلاد فليكن ذلك. أنا خدمتها ما يحرجني حتى شيء. ومش خدمتها ولكن 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 أما نستقيله. لا يعني أما نستقيله. هذا خليني كمان نقعد العمل قطاع العمليات هو اللي يسير البلاد. ولكن لا يعني هذا أن السلطات الجزائرية السياسية لم تقم بدورها, بالعكس قامت بأكثر من دورها. وانتم الشيء لأن تروا بمنظار فقط أوكي. الأزمة ولا تروها بالمنظار الثاني. أزمة الصخر الغاز الصخري تروها بمنظار أن هناك مجموعة ولا جهة ولا سكان رافضين الطريقة وليس الغاز الصخري, حتى لا نؤول الكلام. الشعب هو الذي يرفض وليس مجموعة ولا تنظرون إلى الشق الاقتصادي اللي هو متنفس مستقبل الجزائر. يعطيك الصحة. هذا هو. من المفروض أنت كناشط سياسي تدعم المؤسسات المدنية وتدافع عن, حتى وإن كان البرلمان عليك علامات استفهام عليه, يقول لك في مثل هذه الأزمات يجب أن تكون اللغة موحدة مهما كانت الفرقة سياسية, باش ما نقولوش غدوة بلي المؤسسة العسكرية إلى تحل المشاكل. أسي قادة بسرعة. اليوم موضوع اليوم تاع الحوار هذا هو هكذا. أنا يقول لك أنا المفروض ندعم الحوار. علاش ما نثقش عندما يطلب البرلمان؟ أنا يقول لك عشنا ديز إكسبيريونس. والشعب كي تروح لبرا كاع يقول لك اون كيسيون سامبل, ها يا اخي الشعب سيد ما حبوش الغاز الصخري, علاش بو بيرسيستي و زانسيستي؟ جابوا ميم دي زيكسبير في لي بلاطو دو لا تيليفزيون الجيريان هذيك اليتيمه باش يقولوا لهم بلي ما كان اوكان دونجي. الوغ سي با فري, ان غران دونجي, ايل فا توشي لا ناب فرياتيك سي اون نا با لا تكنولوجي. جو بوز اون كيسيون. لا شوف انا سيتي انتر 300 متر في الساعه وما يهبطوا ضمانه تكنيك. مو انا نهضر كل التكنيك. شوف في الناس راك تخلف في الناس او يعرفها لا فرونس. لا فرونس لا فرياتيك. لا فرونس سيتي انتر 300 متر. انا نقول لك ما عندناش لا تكنولوجي. طيب كيعطيك المعلومه التقنيه تقول لا 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 ما مستحقش المعلومه التقنيه. طيب انا نقول لك جو بوز لو بروبليم بوليتيك. مو ما حبوش هكذا. الشعب هو سيد ما حبش الاستغلال الغاز الصخري. علاش ما تحترمش ممثلي الشعب وافقوا عليه وصدقوا عليه؟ لا اويكلو اويكلو بتخبيا هذو راني نقول لك سيتي شومبر دون ريجسترمون. ما عيب يقول انا برلماني يقول انايا انا خدام عند السلطه. ماهوش مستقل هذا, ما عندوش لو بوفوار. خلي تعرف انت حتى ساعه الدور تاع المؤسسه. قلت لك حاجه, قلت لك لا فرونس لا فرونس كي لا تكنولوجي انا ريسبكت سون كور. يا اخي صدعتونا دقيقه صدعتونا ريسانا بتوتال الفرنسيه باللي راهي تنقب. خرج بيان من عندها البارح يقول باللي لا لم ننتج ولم ننقب ولم نطلب الحصول على الرخصه. لا باش عندها توتال استعملتوها في الخطاب. عندها لو غاز دو شيست عندها با ليكسبلوات اي بورتون سي با سي با ان بي كي دو بيترول. باش شوف لك شوف قلت خلي الحاجة هذه في الكلمة الأخيرة. ولكن السيمنصوري مثل هذا الخطاب ما مدى مصداقية, لأنه هذه الكلمة الأخيرة, ما مدى مصداقية وسط الشارع؟ هل يمكن إطلاق حوار الآن بعد 65 يوم من بقاء المواطنين في ساحة الصمود؟ هل تعتقد بأنه فيه مجال إطلاق حوار؟ السؤال اللي تطرحه أنت درك أنت تطرحه للشعب الجزائري درك. إحنا يا دولة غير منتجة, عايشين ب 90% من البترول, هذا امر معروف صح. البترول هذا 20 30 سنه راح يفض. كيفاش راح تعيش من بعد؟ ها السؤال اللي يبغي يطرحه الشعب. كنا نوعتوا الاقتصاد ومصادر الدخل ما نحصلوش. كيفاش تنوعوا؟ كيفاش 68 هما بيحكموا ما نوعوش الاقتصاد وخلاونا مرتبطين بالمحروقات. ما المفروض ان السلطه التي تاخذ زمام القرار تنوع مصادر الدخل, ما تخليناش مرتبطين. السياسه الاشتراكيه اللي كانت تمشي بها الجزائر بومدين الله يرحمه قداش من مصنع كبير داروا. روح شوف اغلبيه المصانع كيفاش راهي غلقت اليوم. علاش غلقت؟ بسبب الطريقه اللي كانت تسير بها العمال تاعنا. تلقى الناس ما تخدمش, الاغلبيه الناس ما كانوش يخدموا.
ما كانوش يخدموا انذاك، لان واش صرا درك في الوقت الحالي اذا كان الناس ما تخدمش عونا غير على واحد. وبالتالي انت تقول بان لان الضروره الاقتصاديه ما عندناش خيار الضروره الاقتصاديه ينبغي ينبغي استغلال الغاز الصخري. ولكن نقول لك الطريقه اذا كان انني نعتقني ونعرف انايا ما عندهاش خطوره كبيره لكن الطرق موجوده الطرق موجوده. كان في بعض الدول يستعملوا غاز الهيليوم ما يأثر إذا كان لك مصطفى منسوسي ينبغي استغلاله. وأنا قلت لك مرة يقول لك ضرورة اقتصادية إذا كانت الدولة الجزائرية تتخلى عن استغلال الغاز الصخري يعتبر انتحار سياسي والدولة لا تضر بأبنائها والدولة لا تضر بأبنائها مثل ما يقول أكيد هي مش من الضرورة يا ولد نحن عايشين لنا ورنا عايشين في الجزائر يقول لك مصطفى منسوسي أجلوا لاجيري بعدم استغلال الغاز ممتاز ما تركعوهاش الجزائر لن تركع بإذن الله إن شاء الله ما تركعش. تفضل سي مازوزي إن شاء الله ما تركعش ضرورة اقتصادية اللي غوفرني بار بار خليك من لا غوفرنا انا فورا فيك انا ما نهضرش على الغاز دوشي ما جو بار دو ليجيتيميتي دو بوت فليقه انت درس على هذه انا كش تخوف انت ني شوكوتاك انا جيرش معايا شوف هاد الشقه فوق حاجه اليوم سي تون بروف بليك السلطه هذه ما احترمتش سكان عين صالح او يقولها وما خاف وما حشمش او يقول لك بليك حنايا يا لا قلت لك جينا عين صالح انا عطيتك رايي كان عين صالح راهو موافقين على الغاز دو شيف بصح طريقه هذا كذب كبير لا وسكان لا سيتون سيتون معاهم ولا في عين صالح ماشي انت قاعد لهنا في دارك. شوف انا نحيي سكان عين صالح ونقول لهم بارك الله فيكم بارك الله فيكم وريتو الكوفوار وريتو الكوفوار بالليك ما تقدرش تكلخلو للشعب. شكرا لكم يعطيكم الصحة. شكرا لكم عبد الكريم منصوري البرلماني عن الأفلان مصطفى معزوزي الناشط السياسي والصحفي. شكرا لكم مشاهدينا السلام عليكم.